السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا في قناة مختصون في التبريد المنزلي. لما نجيب مفتاح جديد هنركبه على الخلاط، خلاط براون، ونشيل المفتاح القديم ونركب المفتاح الجديد لما يتهبلنا خالص. طبعا استحالة الخلاط يشتغل على المفتاح الجديد بعد مناحية وبعد تعب زيادة، وإن لازم نعرف ايه اللي في المفتاح ده بالظبط، ونقيس اسلاكنا سلك سلك، ونحدد الاسلاك بتاعتنا سلك سلك، نلاقي كل الاسلاك اللي جاية جديدة فاصلة. شايفين الوضع؟ كل الاسلاك اللي جاية جديدة وراكبة في المفتاح فاصلة، مش موصلة مع بعض. نركب كهربتنا ونركب حاجتنا، المفتاح ما يشتغلش، الخلاط ما يشتغلش، اتجننا. روحنا جبنا مفتاح تاني نفس الوضع في قلب السوق، قلنا لا، لابد اللي احنا لازم ننبه الاخوة الفنيين، لازم تشيك على كل حاجة ايا كانت بالمقاس بتاعك، وتشيك وتشوف. هنشيك مع بعض دلوقتي عشان نشوف الطريقة، عشان تبان معاكم كل حاجة، الاسلاك قدامكم اهيت، وهنشيك بالطريقة وهنقيس بكل حاجة عشان نشوف الوضع عامل ازاي. عشان انا شغال لوحدي وبقيس لوحدي، فانا ربطت الاسلاك كلها بسلك، شايفين اللمبة قدامكم بالايد اهي، ربطت الاسلاك كلها في طرف واحد، انا الطرف الاولاني ما قاتش، الطرف الثاني ما قاتش، الطرف الثالث ما قاتش، شايفين؟ واللمبة شغالة قدامكم، باينة قدامكم اهي. شايفين الوقعة اللي احنا بنقع فيها كفنيين تبريد وتكييف؟ قدامنا الوضع، قدامنا تلات اسلاك كلهم مربوطين مع بعض بسلك واحد عشان اقيس كويس، ويبقى العمل قدامنا اللي احنا بنقيس باللمبة قدامكم اهو. ده السلك الرئيسي اللي جاي من الكهرباء اهو، من اللمبة ستيريا، والتلات اسلاك مع بعض، ادي سلك، ادي اتنين، ادي تلاتة. مش معقول لما انا هكون فني تبريد وتكييف اطلع اجيب الحاجات ديت والاقي العيب عندي في الاسلاك ديت، تبقى مشكلة كبيرة. لما اجي اركب الشيء واقول للعميل لا، المفتاح اللي انت جايبه بايظ والوضع اللي انت جايبه بايظ، فاحنا بقينا واقعين في قلب مشاكل ايام القادمه، سوء بضاعه وسوء استخدام وسوء كل حاجه. لما اجيب مفتاح جديد بمبلغ وقدره، اي نعم هو صيني، المفتاح هيبني، ده انا قست فيه كل حاجه لحد ما قلت لازم اطلع العيب منين بالظبط، لحد لا فكيت المفتاح من الداخل وقسته، وقست اسلاكه وقست كل حاجه بامانه، دي بعدك وقع من ضمن الواقعات اللي هيقع فيها الفنيين في الفتره القادمه. يخلي بالهم قدامكم الوضع، لاسركم بيتك اسلاك كلها فاصله، ده السوق المليان بالمفاتيح ديت، مفيش قدامنا الا الصيني، وللاسف الشديد الوضع قدامكم والتجربه قدامكم، كل حاجه قدامكم. اتمنى ان يكون الفيديو بسيط ويفيد الفنيين ويخلي بالهم من كل حاجه. اخي الفني، قبل ما تجيب اي مفتاح جديد او اي حاجه، قيس اسلاكك، قيس من هنا ومن هنا، تاكد، تاكد من كل حاجه قدامك اهو. قسنا الكليبسات ديت شغاله، هنضطر بقى ان احنا ناخد المفتاح القديم وناخد كليبسات واسلاك المفتاح القديم نركبها على المفتاح الجديد ونشوف هيشتغل ولا لا، وربنا ييسر الخير باذن الله سبحانه وتعالى. دي تنبيه بسيط حبيت ان انا انبه عنه، حبيت ان اوضح بيه الفنيين يخلي بالهم في مشاكل احنا بنقع فيها، بندلكم عليها، بننصحكم بيها، خلي بالكم من الوضع ده يا جماعه، الوضع قدامكم والتجربه خير دليل. لما انا اكون شغال في مفتاح ويحصل قدام العطل ده لازم انبه بيه الفنيين. تحياتي لكم جميعا، كان معاكم ابو العنين من قناه مختصون في التبريد المنزلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبالتوفيق الدائم لي ولكم باذن الله. بعد ما اكتشفنا العيب في الاسلاك وخلاص عالجناها، وقفنا قدام مشكله ثانيه، الخلاط القديم له اكتر من سلك، والخلاط الجديد هم سلكين اتنين بس، ده هنعمل ايه ونوصل ازاي؟ ما ده برضك من ضمن الحاجات لازم الفنيين يخلي بالها منها. هو المفتاح اللي جبته دلوقتي عشان خاطر انا شغاله على الخلاط وجبت الماتور بتاع الخلاط ولقيت ماتور تاني مختلف بسلكان اتنين، هو انا عندي حل للموضوع ده ولا ما عنديش؟ انا عندي جوز حلول، لا اما هجيب مفتاح عادي خالص بسرعتين واركبه هنا، لا اما هعدي المفتاح سواء القديم او سواء الجديد على الخلاط الجديد بسرعتين اتنين. فانا اعمل ايه؟ انا عندي مجموعه من الاسلاك طالعه من هنا ومجموعه اسلاك كتير، فانا هشتغل على موضوع معين بس، هقول لكم على التعديل بتاعه واركبه لكم
واشغل لكم الخلاط عشان تشوفوه هو شغال بالسرعات بتاعته عادي، السرعه الاولى والثانيه، وسرعه الفرامل شغاله عادي اللي هي السرعه العاديه خالص اللي هي بتقطع بيها تفصل بيها والحاجات ديت ازاي. عندي مجموعه الاسلاك بتاعتي، انا هستخدم اربع اسلاك بس، اتنين كهرباء واتنين داخلين على موتور الخلاط. الوضع العادي قدامكم شايفين، انا هستعين بالسلك الاحمر ده قدامكم مش ثابت قدامكم اهو، والوضع قدامكم الخلاط طبعا، اللمبه الناحيه دي عليا او العكس زي ما انت عاوز، خلي اللمبه الناحيه دي عندك، هستعين بالسلك الاحمر ده هيبقى كهرباء، ده مكانه. والسلك الاسود ده برضه الكهرباء، ده واخد ال 220 فولت خلاص. والسلك ده بعدك زو، هو الاسود يا جماعه عشان تبقى خلي بالكم منه. والسلك الاسود ده لو بصينا هنا هما واحد، والسلك الاسود ده داخل على الكهرباء هنا على الموتور مباشره. السلك الثاني اللي هيحول معايا السرعات من هنا لهنا، عندي في الناحيه الثانيه ثلاث اسلاك، اثنين سمر وواحد احمر، باخد الاثنين السمر مع بعض بعملهم كوبري، والاحمر ده بيطلع على الخلاط. شايفين الوضع قدامكم اهو، ده الكوبري اللي هيتعمل، والاحمر قدامكم اهو مكانه هنا، وده الكوبري اللي اتعمل هنا عشان يقفل معايا السكه عشان دول ما يخشوا على الخلاط. قدامكم الوضع وقدامكم الحاجه باينه بعد ما فكينا الاسلاك. طبعا ده كله هيتوضب بس عشان خاطر التجربه، واللي احمد هيتوضب عن كده عشان خاطر التجربه بس، وتبقوا شايفين الوضع عامل ازاي. قدامكم السلكين اهمت، والسلك اللي داخل على الخلاط، والاثنين الكهرباء، الاحمر هنا، الاحمر هنا، الاحمر هنا، والاثنين السمر هنا، واحد كهرباء والتاني كهرباء والتالت خلاط، وده خلاط. نجرب مع بعض كده الوضع ونشوف العمل عامل ازاي عشان يكون خطوه بخطوه مع بعض باذن الله، ويكون مراجع الفنيين. ممكن اشغل خلاط البراون ده على سلكين اتنين بس بدل مجموعه الاسلاك دي كلها، اشغل على سلكين اتنين بس واشغل خلاط على سلكين اتنين بس. تشغل خلاط على سلكين اتنين بس، مفيش اي مشكله خالص. تعالى معايا خطوه بخطوه نتابع العمل ماشي ازاي. وصل فيشة؟ لو موصل الفيشة امسك خط ضوء. هموصل الفيشة دلوقتي عشان خاطر نجاوب لكم الوضع عملي. فعشان قلت لكم الوضع عملي هيتجرب ازاي. ثواني اثبت التليفون ونجرب. ثواني اساسا مش نعرف. فدلوقتي هنجرب عامل معاكم المفتاح في ايديا اهو على التوصيلة، اول لفة هي اللي هتفصل معايا. كده السرعة الأولى، كده السرعة الثانية. السرعة الأولى كده فصل، ده اللي هو اللي يخليه يشتغل ويفصل، ده السرعة الأولى، ده السرعة التانية خلاص. ده التجربة العامل قدامكم عشان خاطر خلاط يشتغل وتعديل المفتاح بتاعه من الأسلاك دي كلها لسلك واحد أو سلكين عشان خاطر يشغل خلاط. جربنا قدامكم التجربة العملي، نعيدها عليكم تاني بحيث لو حب فني يعملها. أداة الأحمر والأسود جايين، الاسود ده جاي من هنا، اسود مع اسود ده طرف كهرباء، كان على طرف كهرباء مباشر وبعدك الخلاط مفيش مشكله، ممكن الغيه ووصل طرف كهرباء للخلاط عادي مفيش مشكله خالص، بس على المفتاح اشيك. وعندي السلك الاحمر اللي جاي من هنا اللي واخده من هنا باين قدامكم اهو، والسلك الاحمر الثاني اللي جاي من هنا متوصل، والاثنين الصوره معمولين كبرى مع بعض. دي التوصيله لو انا حابب اشغل خلاط البراون على سلكين اثنين بس، لو قابلني الخلاط وانا ما عنديش الا خلاط بسلكين اتنين بس. دي التعديله بتاعته. الغي كل ده الاسلاك دي كلها واعدلها بالشكل الصحيح ده. اتمنى ان يكون الفيديو مفيد وفكم تحدي لكم جميعا. كان معاكم وضع العينين من قناه مختصون في التبييض المنزلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.